أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أعظم، الجهاد في سبيل الله أم دحض حجج الزنادقة والملحدين؟ كلاهما فيه فضل، وعند الجهاد الجهاد أفضل من غيره، وإذا لم يكن هناك جهاد فالجهاد باللسان والقلم يكون فيه فضل عظيم. نعم، أحسن الله يقدم إليكم. الجهاد في سبيل الله على جهاد اللسان، وإذا لم يكن هناك جهاد بالسيف فيجاهد باللسان والقلم. نعم،